أنا كنظن أن أنا كنظن أن بالنسبة للمباراة أهم حاجة عندنا هي الفوز بها، باش على الأقل نخففوا على كاع الوداديين، الجماهير الودادية وعلى الأهل ديالهم، ولو غير شوية ديال الحزن. المباراة ما غاديش تكون سهلة، حنا عارفين أن ماميلي دي سانتوس كيستحوذ على الكرة داخل الرقعة ديال الميدان. كنظن أن جزئيات بسيطة اللي غادي تخلي المباراة يعني باش تفوز بالمباراة. حنا متحضرين للمباراة، كنتبعو التعليمات ديال المدرب، كنشوفو نقطة القوة ديالهم ونقطة الضعف. نتمنى إن شاء الله نكون في المستوى ونحققو شي نتيجة إيجابية إن شاء الله، واللي تخلينا نمشيو إن شاء الله في البريتوريا نكونو في أريحية كبيرة. يعني ديما الصراحة كنلقاو صعوبة معاهم في الاستحواذ ديالهم الكرة، يعني كيبقى واحد الجزئيات بسيطة هما اللي كيربحو الماتش. نتمنى إن شاء الله حنا نكونوا في المستوى الكبير ديالنا، حيت حنا باش نكونوا في المستوى راه كنفوزوا بالمباراة.